ولهذا ألف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كتابا سماه إيش؟ مسائل الجاهلين، كتاب. نعم، حتى لو عندك كتاب أهديه لمن ليس لديه كتاب، أو تأخذ معك البلاد أحسن. تمام. إذن إخواننا لابد أننا نقرأ في القرآن والسنة، وفي التحذير من ألم ترى الذين يزعمون حتى لا نسلك الذي سلكوا. الآية الثانية، قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله. اليهود زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستهزئ بالمسلمين، قال لهم الله سبحانه وتعالى: من أحق بالاستهزاء، الذين سلموا من العقوبات أو الذين حلت بهم العقوبات؟ الذين حلت بهم العقوبات هم أهل إيش؟ السخرية والاستهزاء بهم، إن كان هذا سائغا. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. الشاهد عبد الطاغوت. إذا كان في الأمم السابقة من يعبد الطاغوت وأن سنتبعهم، إذن هناك من يعبد الطاغوت. وجعل منهم القردة والخنازير. اليهود زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاعوا أن ينكروا هذا، ما تكلموا، مع أنهم ما مسخ منهم، مسخ من الأمم السابقة، لكن يعرفهم أنهم يهود وما استطاعوا أن ينكروا هذا. طيب، هل القندة والخنازير الموجودة اليوم بقيت أولئك الممسوخين؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن كل أمة مسخت لا يبقى لها نسل، يعني ما تتكاثر. طيب، هل كانت القردة والخنازير موجودة قبل؟ نعم، ومسخوا القردة والخنازير. لماذا نصر عافية السلام؟ لماذا مسخوا القردة والخنازير؟ لوجود القردة والخنازير. طب موجود غير القردة والخنازير؟ موجود فيها، لا مثلا موجود أكرمكم الله كلاب حمير، لماذا مسخوا قردة وخنازير؟ ها الشيخ، لأنهم تحايلوا على الشرع، تحايلوا على الشرع. نهاهم الله، أعطيك كتاب، نهاهم الله سبحانه وتعالى عن الصيد يوم السبت، وضعوا الشباك الجمعة وأخذوها الأحد. نهاهم الله عن أكل الشحوم، جمعوها وأذابوها وباعوها وكلوا ثمانها. أقرب الحيوانات شبه بالإنسان القرد. قال لهم الله سبحانه: قولوا حطة، يعني إيش؟ يعني اغفر لنا خطايانا. قالوا حنطة. أي قال إذا تقول حطة مثل حنطة، وضع الشباك وكذا، أقرب الإنسان الحيوانات شبه بالإنسان القرد، كونوا قردة ترضوا؟ لا، ما يرضى أحد يكون قردة، مفهوم؟ نعم. وبهذا تعلم إنه من يقول إن أول خلق الإنسان قرد، ها؟ كاذب والله، كلام باطل. والله سبحانه وتعالى أعلمنا أن أول خلق الإنسان آدم، وآدم من تراب عليه الصلاة والسلام. نعم، سبحان الله، الله سبحانه وتعالى كرم بني آدم، وهذا يريد لا يريد هذا. وبعض الناس نظريات، والله لو يقيم مليون نظرية لا نصدق، كذاب أفاق، صح؟ ما نشك، والله ما نشك. تمام. الآية الثالثة، قال الذين غلبوا على أمرهم، يعني قال الحكام في ذاك الزمن، أو الذين لهم الرأي المشهور، لأتخذن عليهم مسجدا، لأنهم إيش؟ صال عند تعظيم للصالحين، الغلو في المفروض أنهم إيش؟ يزيد إيمانهم بالله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه فتية، آمنوا بربهم وزدناهم هدى، اعتصموا بالله فعصمهم الله سبحانه وتعالى من الفتن، صح؟ ولهذا بعض العلماء يقول أن هذه السورة اسمها سورة إيش؟ كهف، صح؟ تتذكر في كل جمعة فتن كثيرة، وتبتعد عنها بماذا؟ بكهف السنة، مو كهف تدخل تحت الأرض. ما عندنا هنا السنة فوق الأرض، ما يمشي تحت الأرض، انتبه، ما عندنا أصحاب جحور وتحت، لا. لكن تتذكر أنك تبتعد عن الفتنة. فتنة إيش؟ قال فتنة الشباب، وفتنة المال، وفتنة السلطان، صح؟ كل فتن، فتن كثيرة.
موجود التحذير منها أين؟ في سورة الكهف، صح؟ أي نعم، وغيره. قال بعد هذا الأعمال الشيطانية. لو قال قائل: يا أخي، خطأ من بعض النساخ، وأن هذا المفروض السحر وحد الساحر وحكم الساحر في كتب من؟ فقهاء. لماذا يضع السحر باب ما جاء في السحر وغيره أين؟ في كتاب التوحيد، صح؟ خطأ بعض النساخ. نعم، لا، إذا ماذا؟ ما الصحيح؟ نعم، ما الصحيح؟ السبب أنه لأن السحر يعني يستعان به بغير الله عز وجل، بالشياطين وغيره. أكبر بوابة لدعوة الناس للشرك بالله السحر. أكبر بوابة لدعوة الناس للشرك بالله السحر. ليش؟ الساحر يعمل عند من؟ عند الشيطان. الساحر يعبد الشيطان، فحتى يرتقي مرتبة وحتى يخدمه الشيطان لابد يعبد الناس عند من؟ عند الشيطان. السحر في القديم موضوع صعب، إنك تجد ساحر صعب جدا، مفهوم؟ أصعب شيء تجد ساحر، تجد كاهن. لكن في هذه الأيام أصبح الوصول إلى الساحر أسهل من شرب الماء، سهل جدا، ضغط زر، ضغطة واحدة حتى، مفهوم الشيخ؟ تصل إلى السحرة والكهان والمواقع والقنوات وحدث ولا حرج، مفهوم الشيخ؟ نعم. علامات الساحر، كيف نعرف علامات الساحر؟ قال: تعرف علامات الساحر بأمور منها. الأول أن يخالف شروط الرقية، لأن أخذنا أن الرقية تنقسم إلى قسمين: رقية شرعية ورقية شركية. الرقية الشرعية الأول أن تكون الرقية من القرآن أو السنة أو بأسماء الله وصفاته، إذا كانت من باب الدعاء. من القرآن يقرأ الفاتحة، من السنة يقول: أعوذ بكلمات الله التامة، مفهوم؟ بالأسماء والصفات يقول: يا حي يا قيوم اكشف ما نزل بي وبأخي، صح؟ نعم، دعاء. هذا الشرط الأول. الثاني أن تكون الرقية بكلام معلوم مفهوم مسموع، كلام معلوم خرج به كلام مجهول. يقول: ديز، ديز ما عندنا ديز في اللغة العربية، مقلوب زيد، ديز ممكن اسم شيطان، معلوم مفهوم، لأنه ممكن يتكلم هكذا، تقول: لا لا لا، اسمع، إما أن نفهم ما تقول أو نقول عنك ساحر، حتى لو أنت شيخ الإسلام ما يمكن. مسموع، لابد أي إنسان يريد يقرأ على الإنسان لابد يرفع الصوت ونسمع، مفهوم؟ لأنه ممكن ينادي الشياطين. ولا يوجد عندنا رقية بغير اللغة العربية، ما يوجد عندنا رقية باللغة الهندية، باللغة الروسية، باللغة الإنجليزية، باللغة البرماوية، ما يوجد. الرقية فقط باللغة العربية، مفهوم؟ الشرط الثالث أن يعتقد أن الرقية سبب، مفهوم؟ ما تعتقد في الراقي، ولهذا قال: هم الذين لا يسترقون. لماذا؟ لأن بعض الناس يتعب يمرض، قال: اذهب لفلان، قال: ايش فيه؟ قال: هذا لو فيك رئيس الجن والعفاريت يخرج منك، أعوذ بالله، صح؟ وقال هذا وحدة بوحدة، تعرف وحدة بوحدة يعني 100%، ما يمكن، مفهوم الشيخ؟ ما عندنا هذا الكلام، أعوذ بالله. طيب، الشرط ايش؟ الثالث، خلاص ثلاث شهور والحمد لله. إذن الأول أن تكون الرقية من كتاب والسنة وبأسماء الله وصفاته، أن تكون الرقية بكلام معلوم مفهوم مسموع، ولا يوجد رقية إلا باللغة العربية، لكن يصح أن يدعو بلغته بشرط أن لا يغير الأسماء الحسنى. يدعو باللغة الروسية، باللغة الهندية، باللغة الإنجليزية، ما في إشكال، بشرط أن لا يغير الأسماء الحسنى، يقول: يا الله، ثم بلغتي مثلا يقول: اغفر لي، اهدني، عافني، يسر لي. الشرط الثالث أن يعتقد أنها سبب. الساحر ما يطبق هذه الشروط الثلاثة، مفهوم؟ بل يجعلك تعتقد فيه إيش؟ أن بيدي جلب المنافع. قال: اسمع، استعرى سحرك خطير ودواك عندي،
وما عندك وقت إلا 3 ساعات، وأنا غير مسؤول عنك بعد 3 ساعات، مفهوم؟ يخوفك، يأمر المريض بمخالفة الشرع، يقول لا تصلي، لا تسمي على الطعام، لا تسمي على الذبيحة، لا تستنزه أكرمكم الله من بولك، مفهوم؟ يأمر بمخالفة الشريعة. ينظر في النجوم، يكتب الحروف المقطعة أباجات، حروف مقطعة. عندنا حروف إخواننا تكتب في الشرع عندنا لسببين، إما سحر وإما حساب إيش؟ تواريخ. العلماء حتى تضبط التاريخ كل رقم عندهم له إيش؟ حرف. مفهوم الشيخ؟ هذا سهل. المهم فيضبط التواريخ بإيش؟ بالحروف. يعني وفاة الأئمة الأربعة، قال وفاة الأئمة الأربعة لنعمانهم قال، يعني توفي الإمام أبو حنيفة في إيش؟ في قان. قان هذه تعني لا عندهم رقم. لنعمانهم قال وطعق لمالك وللشافعي در ورم لابن حنبلي، مفهوم؟ هذه وفاة الأئمة الأربعة، بعدين تحسبها أنت ما هو مشكلة. المهم هذا حساب عندهم معروف، لكن الحروف المقطعة الساحر يكتب قل هو الله أحد ألف سي نقطة، إيش معنى هذا؟ معنى هذا الكفر بما تقدم، مفهوم؟ إذا من علامات الساحر كتابة الحروف المقطعة، لكن العلماء قلنا يكتب الحروف المقطعة لحساب التواريخ هذا يصح. ابن سعدي رحمه الله رحمه واسع جاء لافتتاح الجامع الكبير بعنيزة وقال هذه الأبيات، قال جد بالرضا وأعطي المنى من شاركوا في ذا البنى، تاريخه حين انتهى قول المنيب أغفر لنا، أغفر لنا 1362، والشهر في شوال يا رب تقبل سعينا، أرخ ودعا في وقت واحد، مفهوم؟ أي نعم. الشيخ حافظ بن أحمد حكمي رحمه الله في سلم الوصول قال أبياتها يسر بعد الجمل، هذا أبيات إيش؟ سلم الوصول. تاريخها الغفران فافهم وادع لي. قال صاحب العمريطي رحمه الله في نظم الورقات قال قد تم نظم هذه المقدمة، أبياتها في العد در محكمة، الدر 204، مفهوم؟ في عام ضاء ثم طاء ثم فاء ثاني شهر ربيع وضع المصطفى عليه الصلاة والسلام. عندنا في الفرائض أصحاب الفروض عندنا النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، خلاص كذا مرتبة عندهم ترتيب من أعلى إلى أدنى. قال ضبط ذوي الفروض من هذا الرجز، خذها مرتبة وقل هبا دبز. ها أصحاب النصف 5، والباء أصحاب الربع 2، والألف أصحاب الثمن الزوجة فأكثر، والثلثين 4، والثلث 2، والسدس أصحاب السدس كم؟ 7، الزاي عندهم 7، هباء دبز. نعم، حتى تحفظ إخوان، ما تركوا شيء لك إلا وسهلوا لك عشان تسلك الطريق، مفهوم؟ تمام. إذن من علامات الساحر كتابة الحروف المقطعة. واحد يقول والله كتب لي آية من القرآن، طيب الحروف هذه، قال لي يا أخي لا تدقق، طيب هذه كفر. النظر في النجوم، ادعاء معرفة علم الغيب، قد لا يطلب منك مال الساحر، ليس دائما يطلب منك مال، ممكن يطلب منك أشياء تعجز عنها. يقول سحرك خطير، والله يا شيخ خطير جدا، وهذا من السحر اللي كذا، ولازم تجيب لي عشان نحل السحر فأر أعمى. قال أنا ما أستطيع أجيب فأر، كيف أجيب فأر أعمى أو قرد يتيم؟ قرد يتيم، قال عندي من يأتي به من أدغال أفريقيا يأخذ 5000 دولار، مفهوم الشيخ؟ أي نعم. المهم هذا كيف علامة الساحر؟ الصرف والعطف، الصرف فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، إما التفريق أو الجمع. المهم السحر أنواع، خلاص انتهينا من علامات الساحر، السحر أنواع، لأنه في القديم كان يعني وصول السحر، أما الآن بدأوا يلعبوا على الناس بإيش؟
بالسحر، وأصبح السحر عند الناس شيء متعارف عليه ولا نكير، صدق والله. تمشي مكتوب المفتاح إيش؟ مفتاح إيش؟ سحري، صح؟ واو، يضحك عادي. إيش مفتاح سحري يا أخي؟ السحر عندنا كفر، والساحر يكفر كفر أكبر. إيش مفتاح سحري؟ تكتب، صح؟ فانوس سحري، صح؟ مصباح السحري والفانوس السحري، صح؟ ها؟ والقلم السحري وخاتم سليمان. أعوذ بالله، كأنهم يعتقدوا أن قوة سليمان في ماذا؟ خاتم الله سبحانه وتعالى. قال وشددنا ملكه، صح؟ لا خاتم ولا شيء. وبساط سحري، صح أم لا؟ البساط السحري يقال أنه ينسبوه لسليمان عليه الصلاة والسلام، صح؟ وعصا سحرية يعني يريد ينسبوها إلى موسى عليه الصلاة والسلام. والله إخواننا، وتمشي علينا هذه الكلمات كلها، صح أو لا؟ ها؟ وساعة سحرية، والمهم وألعاب سحرية، وخفة يد، وسيرك يسموه سيركة وكذا، وسحر، وتنويم مغناطيسي، تنويم مغناطيسي، وبرمجة عصبية، وإيش؟ والله أنا نسيت. يقول لك معرفة الشخصية أو إيش؟ العين، سحر العيون، سحر اسمه سحر يسموه سحر العيون، ليس سحر العيون يعني، لا سحر العيون يعني سحر، يعني ينظر في العينين يعرف إيش. يقول والله أنت رومانسي، وأنت لا والله أنت عصبي، وأنت يعني عاطفي، وأنت عصبي، وارسل لنا رسالة، تجيك رسائل، ارفع رجليك، تجيك رسائل يقول ارسل لنا اسمك واسم ايش زوجتك او عشيقتك، ونعطيك ايش شخصيتك ولا حياتك ولا حظك ولا كذا، مفهوم؟ ومعرفة الحظ ويا نصيب، وكل هذا انواع السحر. خلاص انتهينا. هذا ايش القسم الثاني، انواع السحر تنوعت اليوم، وكلمات كثيرة ويسمونها بغير اسمها.